برحب بكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقرتنا. في فقرتنا التانية هنتكلم عن عمليات تجميل العيون والجفون. ايه هو الجديد في عمليات تجميل العيون والجفون؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن تتعالج عن طريق تجميل العيون والجفون؟ ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور حازم عبد الحميد، استشاري طب وجراحة العيون. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا. يمكن يا دكتور عمليات جراحات او تجميل العيون والجفون دي من عمليات الناس ممكن كتير تفكر فيها ولكن في سن معين. خلينا في البداية نعرف ايه هي عمليات تجميل العيون والجفون. تجميل العيون والجفون يا اما بينقسم لنوعين اساسيين، يا اما تجميل تشوهات مشاكل موجودة غير طبيعية، يا اما تجميل طبيعي، يعني انسان طبيعي بيجري تجميل او انسان مشوه يجري تجميل. اذا هي بتختلف يا دكتور حسب يعني العملية بتختلف؟ بتختلف وكل حالة بتبقى غير التانية. معظم الحالات اللي بتيجي بتبقى تجميل انسان طبيعي، مفيش تشوهات. التشوهات تبقى اقل شويه، التشوهات زي حوادث حصلت، فقدان في مناطق في الجفون، في الجلد، قطعات او خياطات قديمه او مشاكل عامله تشوه، او فقدان في العين بالكامل بتديه بتتجمل. الاكثر اهتماما واكثر مصابا تجميل الانسان الطبيعي اللي هو زياده نسبه الجمال او التجميل. بس يعني عايزه قبل ما نتكلم في النقطه دي يا دكتور، بالنسبه للحوادث، يعني حضرتك قلت ان هي لو حصل فقدان لجزء من الجفون بتتعوض بطرق كتير جدا، وكل منطقه وكل مكان ليه نظام. يعني في حاجه اسمها مثلا زي ما نقول ليت شير او سكين شير، زي التايم شير كده. بنيجي دي كافكار، يعني كافكار اساسيه بتنقسم لان انا يا اما بجيب نسيج مشترك من منطقه ثانيه من نفس الجسم، او منطقه ثانيه بعيده عن الجسم، او من الجفن العلوي اطلع السفلي ومن السفلي اطلع للعلوي اجزاء من الجلد، يبقى اسلف منطقه، اسلفها جزء من الحته النسيج اللي مفقود المنطقه الثانيه. تبقى عمليه صعبه جدا ودقيقه جدا، هي بتبقى دقيقه أكيد. وتجميليه، بس نتائجها افضل دايما أفضل لما طبعاً. لما باخد انسجه من نفس المريض نتائج دايما بتبقى القبول افضل، ونسب الهيلينج او نسب الالتئام تبقى اعلى. انما لما اجيب نسيج صناعي او نسيج من دونر او يعني متبرع بتبقى النتائج اقل شويه والمشاكل اكتر. بس النتيجة بتبقى يعني طبيعية 100% ولا ممكن تحصل؟ طبيعية طبيعية بنسب احنا بنحددها. ربنا وحده اللي بيدي 100%، احنا بنبتدي من 20 و30% لغاية 90 و95 و97%. وساعات تبقى الحالة نسبة كويسة يعني اكيد ونسبة حلوة، وساعات تبقى الحالة معمولة 3 مرات و4 ونقول احنا وصلنا ل 60 ممكن نعمل عملية ثانية نعليها ل 80 وهكذا. هل العملية لو اتعملت كذا مرة يا دكتور ده بتخلي ان هي صعبة او فيها صعوبه ان العين او شكل العين ترجع طبيعيه؟ بتبقى اصعب كتير، بس بتبقى النتيجه المطلوبه مش زي ما احنا عايزين. دايما لما تبقى رابع وخامس مره انا مثلا داخل اعمل عشان اوصلها 90% تطلع 70 او 60، تبقى اقل من النسب المطلوب. انما دايما الاول مره ثاني مره تبقى احسن من النسب المطلوب. بالنسبه لعمليات تجميل العيون والجفون، في اللي هي لو حد عنده مشاكل تجاعيد، او ايه هي المشاكل اللي ممكن نلجأ فيها لعمليات تجميل العيون والجفون؟ تجميل العيون والجفون ما بين نبتدي ما بين التجاعيد العضليه او التجاعيد السنويه او ثنيات الجلد. التجاعيد العضليه دي اكتر حاجه انتشارا، يعني اكتر شيء بيمارس عندنا في تجميل ما هو حوالين العيون هو حقن الباتوكس. حقن الباتوكس ماده بتتحقن علشان تفرد التجاعيد العضليه. بمعنى ايه؟ بيبقى في ناس كتير، ودي ليه؟ لان ليه اكثر انتشارا؟ رخص ثمنه، اقل ثمن او اقل سعر في انواع التجميلات كلها. ثاني حاجه سهوله حقنه. رابع حاجه بتحس دقيقه او دقيقتين. رابع حاجه انتشاره، ليه انتشار واسع شويه. الباتوكس فكرته ان هو بيتحقن تحت الجلد في طبقات الجلد الداخليه، بيعمل ارتخاء كامل للعضلات اللي تحت الجلد. الانسان ربنا خلقه فيه 32 عضله حوالين العين بيعملوا مؤثرات الوش حوالين العين. لما انا اعمل كده وكده، نظره الفرح، نظره الحزن، نظره الكآبه، نظره الاندهاش، النظرات دي وطريقه تعبير العين بيتمثل بعضلات رقيقه جدا تحت الجلد. العضلات دي مع الوقت بتعمل ثنايا جلديه، فتلاقي الجلد فيه ثنايات زي اللي عنده حته معقوده هنا، زي اللي حطه عنده هنا، زي اللي عنده هنا. الباتوكس اول ما يتحقن فيها يحصل فيها كومبليت باراليسي. يعني ايه؟ يعني توقف كامل في وظائف العضلات دي، تقف تماما. بس ده هل بيأثر على التعبير يا دكتور؟ تعبيرات اللي في حوالين العين زي الواحد لما يضحك، زي الواحد بالظبط، بيعملوا ماسك فيس تماما، بيخليه ماسك فيس 100%. حضرتك المناطق بيعمل ماسك فيس، يعني ما فيش اي تعبيرات في الوش خالص، نهائيا كانه لابس ماسك ما يقدرش يعبر. الماسك لا يعبر طبعا. بالظبط، المناطق اللي بتتحقن هو دايما الباتوكس بيشتغل لوكال، يعني منطقه منطقه. يعني لو حنت في المنطقه دي تقف والثانيه ما تقفش.
وهكذا. فالمناطق اللي بتقف تبقى غير معبرة. يبان في مين بقى لما الوش كله يبتدي غير معبر تماما؟ بنشوفها في ناس كتير اللي هم حقنوا كتير كذا مرة شغله، وبعد كده بيروح مدة شغله، لما يحقنوا مرة واثنين وثلاثة في أماكن. طب ممكن يقعد من ست شهور لثلاث سنين؟ ده بيعتمد على نوع البوتوكس نفسه؟ لا، هي أصلا ولا المكان؟ لا، هو السستابيليتي للبني آدم نفسه. هو أصلا البوتوكس ده توكسن حسب قابلية كل جسم. بالظبط، البوتوكس ده سم أصلا أساسا. أحد السموم الأساسية في الإنسان، يعني لو إنسان لو خده في الوريد يموت فورا، يحصل له توقف كامل في عضلات التنفس، عضلات التنفس تقف ويموت. حتى لو اتحقن بطريقه مش صحيحه في مكان مش صحيح بيغير ملامح الوش تماما. لو اتحقن بقى بطريقه، يعني لو هو مثلا اتحرك نص ربع سنتي او مليمترات من مكان حقنه او خلافه، يبتدي يعمل طبعاً توقف لعضلات اساسيه في الجفون. بمعنى ايه؟ في عضله بتشيل الجفن الفوقاني، لما لو وقفت الجفن يقوم واقع، يقوم العين تغمض ما يقدرش يفتحها ابدا، ودي بتحصل بعض المشاكل، دي احد الاعراض الجانبيه. اذا لو هو اتحقن في منطقه مقربه لعضلات اساسيه مهمه غير عضلات التعبير والوش، هيدي وظائف، ممكن يوقف حركه العين، ممكن يوقف جفون العين حركتهم الطبيعيه. وملهاش حل بعد كده لو اتحقن في مكان غلط؟ ممكن تتعالج ولا لا؟ المضادات كتير، بس النتائج بتقلل. المضادات اللي بنحقنها كانتي توكسين، يعني مضاده للباتوكس، ممكن بنحقن وراها ماده مضاده ليه. دي مفعولها مش في كل الحالات، ومفعولها بيأثر المدة، برضو بيبقى ليه أعراض جانبية مع الوقت. طب بالنسبة للبوتوكس يا دكتور، هل ليه أي آثار جانبية أخرى؟ آثاره الجانبية، في سن معين ممكن نستخدم فيه البوتوكس ولا لا؟ الاستخدام البوتوكس للأسف عندنا ما فوق ال 30 سنة لغاية ال 80، وعندنا بنحقنه في السن ده. إنما هو ليه آثار جانبية كتير قوي، منها إن هو مادة سامة تماما، اي اوفر دوز منها بيعمل توقف لوظائف كتير جدا في المخ وفي العضلات وفي الادراك وفي التفكير. طب لو هو ماده سامه تماما يا دكتور، بنستخدمه ليه؟ هو ماده يعني سامه. ماده سامه تماما، بس هو استخدامه الكبير علشان نمره واحد سعره. الامبول ما يقابل مثلا 3-4 دولار، فالسعر الرخيص بتاعه بيخليه استخدامه اوسع مجالا. دي حاجه. تاني حاجه، هو اسرع نتائجا في كل الانواع. لما احقن فيلر مثلا النتائج بعد فتره طويله، انما لما احقن باتوكس، الباتوكس نتائجه بعد 3 أو 5 دقائق، يبتدي نتيجته تظهر على طول. على طول. ثالث حاجه، سهوله الحقن. لما اجي احقن الباتوكس، سرنجه زي سرنجه الانسولين رفيعه قوي، وتلك حقنه وخلاص الموضوع انتهى. انما بقيه المواد وحقنها ووضعها ما بين وضع السيليكون او رفع مناطق او حقن فيلر او المناطق، الحاجات دي كلها لما باجي استخدمها الشغل بتاعها له صعب، يعني ياخد وقت ومشكله، وممكن العين يخش قطع عمليات يحقن. بس عموما يعني لازم حد متخصص وعنده خبره كفايه بالزبط، عشان ما يسببش اي مضاعفات. لان مضاعفاته كتير طبعا، وكتير ناس بيشتكوا من مضاعفاته مع الوقت، وكتير ناس حقنوه وندموا عليه. لما يبتدي تعبيرات وشه يختلف، لما يبتدي يلاقي شده في وشه غريبه، لما يبتدي يلاقي، لان في عضله بتشد وعضله رخت قدامها، في توازن بين العضلات. البق ده في توازن، والمناخير والعينين توازن بين العضلات في الناحيتين. عضله تقف خالص والثانيه يلاقي شده، دي عماله تشد، لان هو التعبير بيجي في الناحيتين، الاثنين يطلعوا مع بعض مثلا، الحاجبين كتعبير. حاجب واقف والثاني شغال، فتلاقي يطلع قوي واحد والثاني لا، يبقى عمال بالظبط. يبقى في رفه في الموضوع. اكيد ناس كتير يبتدوا يلاحظوا الموضوع ده، يبتدي يحقن غصب عنه الناحيه الثانيه مع انه ما كانش فيها مشكله. مشاكله كتير. مشاكل. طب دي بالنسبه لجراحات التجميل غير جراحيه، ومنها البوتوكس ومنها الفيلر. الفيلر كماده يختلف تماما عن البوتوكس، لان الفيلر كماده هو بيعتمد على انه هو ماده غير ممتصه، يعني لا يمتص. ماده مش سامه زي البوتوكس؟ لا، مش سامه خالص. هي عيبها انها لا تمتص بالخلايا ولا بالدم. لعدم عيبها؟ ده عيبها، اللي هي بتشتغل كده. هي عدم امتصاصها بيعمل تورم في النسيج. يعني انا بحقن ماده غير قابله للامتصاص في الجسم، ما بتمتصش في الجسم، بتشتغل في مكانها، فبتؤدي لتورم في النسيج، تورم المكان النسيج اللي هي فيه. اذا هي ما بتتحقنش عشان تفك الشدات العضليه او توقف العضلات، ده نتيجه بس تورم، عشان حتت منخفضه. بمعنى ايه؟ انا عندي الجلد فقد مثلا مناطق في الجلد حوالين العين او في الوش فقدت نضارتها، او انخفضت شويه نتيجه ان السن كبر السن، وبدا الدهون اللي تحت الجلد بدات تدوب في مناطق، فبدا في مناطق واطيه ومناطق عاليه. الفيلر بيجي هنا يعلي المناطق الواطيه وينعمها، يخليها زي البلاطه السيراميك كده، يخليها ناعمه. ليه؟ لان هو بيعمل تورم في نسيج الجلد عامل زي الحته الوارمه، وفي نفس الوقت تورم مستوي زي شكل البلاطه، وفي نفس الوقت غير قابل للامتصاص، بيدنه فتره طويله، يعيش سنين.
اذا هو لرفع المناطق الوصية وليس لفك الشدات العضلية. عشان كده بيستخدم في اماكن معينة يا دكتور؟ بيستخدم في اماكن يفضل يتحقن في الاماكن الوطية في الجلد ما حقنوش في الاماكن العالية. يعني في لو منطقة على حسب شكل العين هو مش ليه منطقة محددة لازم يتحقن فيها وعلى حسب المشكلة اصلا كل مريض بيبقى عنده مشكلة غير التانية طبعا فعلى حسب المشكلة انا بغطي بعلي المكان الواطي واعمل له تنعيم وملساوية للمكان بيعمل جزء من الملساوية زائد بيرفع من الأنسجة شوية يعمل تضخيم لحجم النسيج زائد بيدي نوع من لمعان النضارة شوية دي فكرة الفيلر. الفيلر ليه أي مضاعفات أو أثار جانبية زي ما بيعمل التهاب موضعي فترة وأكلان يبقى العين عايز يهرش في وشه كتير ويهرش في جسمه كتير يعني التورم ده اللي حضرتك بتقول عليه بسبب أي مشاكل هو ما بيسببش مشاكل في العضلات ولا مشاكل في الحركة قوي ولا مشاكل في الأنسجة عموما ولا سام في الجسم يعني لا يمتص بالدم يعني ما بيدخلش الدم ماده غير قابله للامتصاص عن طريق الدم في مناطق ممكن مواد احقنها تحت الجلد تخش الدوره الدمويه على طول الفيلر من المواد اللي ما بتخش الدوره الدمويه اذا هو غير قابل للامتصاص هو بس مشكلته بيعمل التهاب موضعي في المكان سطحي في المكان بس الالتهاب ده بيفضل على طول لا بيقعد فتره والعام مع الوقت ما بيحسش بيه وبعد كده هو بس عيبه ان هو ليه كميات بتتظبط على قد ما انا عايز وعلى قد النسب يعني انا مثلا الحته دي واطيه قوي احقن اكتر والحته دي اوطى شويه احقن اقل وهكذا يعني انا بتحكم في النسبه اللي بحقنها بالظبط اذا هو النتائج بتاعته لازم تكون محسوبه شويه ولازم تكون دقيقه ولازم انا اعمل حسابي ان انا ما احقنش اكتر ممكن احقن اقل بس بلاش اكتر. الفيلر برضه بنستخدمه سن معين؟ بيستخدمه كل الاعمار بس دايما بنشوفه في الحقن في السن الكبير شويه يعني دايما فوق ال 55 بيحقنه اكتر من تحت كده غير الباتوكس، الباتوكس ممكن يحقنه الثلاثينات. والباتوكس يا دكتور دي بيبقى في اماكن معينه في البشره او في الوش عموما؟ بيتحقن في الاماكن العضليه في الوش كله. اكتر اماكن عضليه في الوش بتبقى موجوده فوق العين دي نمره واحد، التجاعيد البروزيه بتبقى في الجبهه لفوق من فوق فوق الحواجب حوالين الحواجب وتحت العين، وبالذات في المناطق الجانبيه الخارجيه، يعني المكانين الجانبيين الخارجيين فوق العين في المناطق دي اكتر من مناطق حقن للباتوكس. طب حضرتك قلت الباتوكس بيقعد من 6 شهور من 6 شهور لثلاث سنين. الفيلر ممكن يقعد 6 سنين متوسط متوسط المدة بتاعته 6 سنين. هل ممكن يحصل لو يعني لازم في طرق حفاظ عليه نستخدم كريمات معينه؟ لا هو ملوش كريمات هو بس ممكن يحقنه تاني بس هو عموما حتى بعد الست سنين بيحصل انخفاض في شكل النسيج ما بيرجعش برضه زي الاول مش 100% يعني ما بيرجعش النسيج كما كان قبل الحق يعني مثلا بعد ست سنين كاننا ما حقناش لا يحصل له انخفاض في الافكاسي ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه حاجه كويسه يعني فبالتالي ما بنحقنش نسبه كبيره او كميه كبيره ثانيه من الفيلر. هو عيبه انه لازم يتحقن بنظام متجانس علشان ما يعملش مناطق عاليه بذه ومناطق واطيه بالظبط علشان يعني وده هيعمل اختلاف في الشكل بالظبط هيعمل تبويض في الشكل بالظبط كده دي اول حاجه لازم يتحقن بشكل متجانس لازم يتحقن بحرفيه عاليه جدا لذلك استخدامه اقل دايما الحاجات الاصعب استخداما ومحتاجه حرفيه وندره في الحرفيه فيها تبقى حقنها اقل من المواد الاسهل استخداما ومش محتاجه حرفيه عاليه في الحقن. ده بالنسبه يعني نقدر نقول عليها دكتور الحاجات او البسيطه في الوجه بالنسبه لو زي مثلا ترهل الجفون انتفاخ العين من تحت دي بالتالي بقى نلجا لايه؟ عندنا مشاكل ترهل الجفون مشاكل الرموش درع الرموش الصناعيه مشاكل الحواجب وزرع الحواجب مشاكل التاتو في الحواجب ونظامها ترهل حوالين تحت العين ترهل فوق العين انخفاض في مستوى الدهون حوالين العين العين لما تبقى غائره للداخل شويه الدهون اللي حوالين العين لما تنخفض تبتدي مناطق فوق العين تظهر ان العين غائره داخل العين لان العين بايته في بيت من الدهون داخل حجاج العين داخل التجويف العضلي بتاع العين. طب حضرتك قلت حاجات كتيره جدا وحاجات مهمه جدا وناس كتيره بتستخدمها التاتو زرع الحواجب زرع الجفون زرع الرموش زرع الرموش بالظبط يعني اكثر استخداما في زرع البصيلات الشعريه هي الرموش دي اكثر شويه من زرع البصيلات الشعريه بتتزرع عن طريق زرع مزارع الخلايا يعني انا بجيب رموش منقوله صناعيا سواء اخدها من ناس كاديفر لسه حديث الوفاء او احياء او غلاف او في عمليات او اصابات واعمل لها زراعات انسجه. ازرع النسيج في ميديا في مواد تخلي الخلايا تنمو وتتكاثر يبقى انا ازرع بصيله شعر وكذا بصيله ابتدي اخد بصيلات الشعر دول واعمل عمليه جراحيه ان انا ازرع البصيلات دي داخل مناطق الرموش فيها قليله. ازرع زي اللي بيزرع رز كده
ازرع البصيله داخل الجلد، داخل مناطق الجلد، واوصل لها التمويل بتاعها علشان تبتدي تنمو. مع الوقت نسب يعني من 40% ل 50% من البصيلات بتبتدي استجابه سريعه يا دكتور لنمو الرموش دي في المكان اللي حضرتك بيبقى في استجابه سريعه بنسبه من 40 ل 50% دلوقتي في الرموش، نسب ان انا مثلا زرعت 100 بصيله يطلع 40 ل 50. فدي اسمها زراعه الانسجه، دي انا بزرع رموش انسجه. في بقى حاجه ثانيه اسمها زراعه الرموش برضه صناعيه، دي بتبقى فيها نوعين شقين، النوع التركيبه اللي بيتلزق ده المشهور قوي اللي بيتباع في أيوة. السوبر ماركتات والحاجات دي، حاجه بتتلزق كده في الرموش اللي كان موجود في التسعينات والثمانينات. وفي بقى الزرع الجديد اللي هو بقى انا بجيب مواد شبه من مواد بولي اكريليك شبه الرموش، وانا بثبتها داخل الشعارات داخل جذور الرموش نفسها الاساسيه بطول معين، بطول اطول شويه واطول وليها نظام معين حسب الطلب برضه حسب الرغبه، واثبتها داخل جذور البصيلات الموجوده في الانسان اصلا، ابتدي اثبت كل بصيله اثبت عليها وبيبقى شكلها طبيعي يا دكتور. يعني اول نوع حضرتك ذكرت، لان دي رموش طبيعيه متاخده من ناس متوفيه وحضرتك بتخلي الجذور دي تنمو مره تانية، دي اكيد بتبان طبيعيه اكتر. المشاكل كتيره في كل الانواع، ما بين انعواج الرموش، ما بين انحنائها، عدم الدايركشن، اتجاهها مش مظبوط، ما بين بتبقى محتاج تقويم ساعات في بعض الحالات بعمل لها عمليات تقويم في جذور الرموش. دي نتيجه بقى خطا من الدكتور يا دكتور؟ لا هي هو ولا نتيجه كلها إيه؟ استجابه قوه البصيلات وجذور الرموش نفسها في ناس كتير بتبقى ضعيفه. يعني دايما معظم الحالات اللي بيعملوا بيبقى سنهم كبير، السن الكبير اصلا بيبقى عنده اصلا في ترهل وضعف في خلايا الطبقيه بتاعه الجلد اللي بتثبت الجسم الرمش. نفسه طبعا بالظبط زي العماره اللي واقفه من القاعده اللي في الارض تحت ضعيفه أكيد. مش قادره تشيل وزن الرمش مع الجاذبيه الارضيه اللي الرمش بيميل بيصير اتجاهه مش مظبوط، مشاكل كتير. وساعات بنعمل حاجه اسمها دعامات، زرع دعامات في الجذور بعد كده او تقويم لاتجاه الرموش، الرموش تبتدي تبقى واقفه شويه مع الوقت ضعف جدر الرمش يبتدي يحصل كسل في وضع الرمش، الرمش بدل ما هو طالع لفوق يبتدي ينزل لتحت، ينزل لتحت ابتدي انا اعمل له شد من الخلف واعمل له شدادات واقلبه لورا تاني بعمليه تانيه في جدر الرموش من فوق. فهي المواضيع المشاكل متعدده في المواضيع دي وبتتابع الحالات والنتائج. سن حضرتك بتقول ان هو اللي بيلجا لزراعه الرموش اللي هو السن الكبير شويه معظم الحالات يعني زي ايه سن هو لا ده فوق السبعينات كمان ساعات لكن ممكن لو حد صغير حابب ان هو يزود الرموش عنده ممكن دي ممكن يعملها ممكن بس بتتعمل في اي سن ولا في سن معين؟ بتتعمل في اي سن من اول سن الثلاثينات لغايه السبعينات، بس دايما اللي بنشوفه ان مع كبر السن بيحصل في بعض الشيخوخه امراض الشيخوخه بيحصل فقدان للرموش والحواجب، تبتدي الرموش والحواجب فوق ال 65 عددها يقل تماما او تختفي في بعض المناطق، فبيبتدي الشخص يلجا للحلول دي. انما ما شفناش كتير ان شخص مثلا عنده 50 او 40 والرموش لسه عددها حتى لو قل سنه يبتدي يلجا لزرع الرموش عاده يعني عاده. طب بالنسبه للرموش اللي هي مش طبيعيه بتبقى رموش صناعيه، حضرتك قلت ان هي برضه بيبقى ليها مشاكل ممكن يحصل ان هو الجسم ما يتقبلهاش. هي عاده دي ما فيهاش مشاكل للتقبل لان انا بحط الرمش مازال بره، انا ما زرعتهوش داخل جسم الانسان. انا حطيته جوه البصيله الشعريه بتاعه الشعريه اللي موجوده اصلا. اذا هو لسه مازال خارج الجسم مش داخل الجسم. لان البصيله دي من الداخل هي على سطح الجسم وليس داخل الجسم. اذا ان الجسم يقبله او يرفضه دي مش وارده قوي، مش وارده هو بس مشكلته ان هو اتجاهه واعانه فقدانه هو بيقع لوحده او حصلت مشكله في اتجاهه او مشكله في يمكن حركته سلوك نتيجه ان هو يقع نتيجه لسلوكيات خاطئه مثلا. لا هي تؤدي ان هو هي يقع. كلها عايزه نسيج شبه طبيعي، لو نسيج شبه طبيعي الامور بتبقى كويسه، لو نسيج ما في مشاكل بالاصل النسيج اصلا ضعيف وغير قابل انه يشيله هيشيل جزء منه وجزء ثاني هيفقد. فدلوقتي النسب الفائت فيه بس لو سن صغير المشكله دي مش ما تبقاش لا موجوده، لا ما تبقاش موجوده. اذا النسب الفائت فيه الفاقد فيه بتبقى بناء على قد ايه نسيج طبيعي اتحط فيه. هل في اي انواع اخرى يا دكتور من الجراحات بالنسبه للرموش؟ الرموش جراحاتها كتير بس معظم جراحات الرموش بتبقى دايما عندنا هنا تجميليه لمشاكل. النسب اللي بنقول عليها لزرع الرموش عندنا قليل شويه، هي في اوروبا اكتر شويه وبره اكتر، انما احنا عندنا اتجاه لزرع الرموش ده قليل شويه. ليه؟ لان احنا الافضل هو زرع الانسجه الحيه. تكنولوجيا الخلايا ومزارع الخلايا وانماء الخلايا الحيه عندنا مش عاليه زي بره، مش متطور زي بره، ولذلك ما بنلجاش كتير لزرع الانسجه الحيه عن طريق المزرعه. انا اخد نسيج وازرعه واكتره وارجع ازرع المحصول بتاعي، يعني زي انا مثلا ممكن اخد شعريتين ثلاثه ازرعهم واعمل منها بصيلات ثانيه زرع خلايا، مزارع خلايا.
واخد الخلية دي حية ازرعها احطها في انسان تاني وهكذا، يبقى حتة جلد واحدة يزرعوها خلايا تجيب مناطق كتير من الجلد ابتدي احطها في بني ادمين تانية. دي تكنولوجيا عالية او اسمها سيل كالتشر او زرع الخلايا. بالنسبة تحت العين يا دكتور، دايما الناس بتعاني من انتفاخات تحت العين، دي بتبقى اسباب وراثية اكتر ولا برضو ممكن يبقى عامل وراثي بالإضافة لعوامل أخرى؟ في مشاكل الأول بسيطة بنقول عليها، نفرق بين الانتفاخات المائية والانتفاخات الدهنية. في انتفاخات مائية دي مية، البني آدم يعرفها ازاي فرق دي من دي، بيبقى الصبح أول ما يصحى من النوم هو نايم ثلاث طول الليل، يبتدي المية تتكون في وشه ويقوم بالليل الصبح يلاقي عينيه منتفخة شوية، بعد الظهر يا إما يقوم يتحرك مع الجاذبية الأرضية دي مائية تروح تقل، بس دي نتيجة ايه يعني؟ او تقل كمان ما تروحش كلها، دي نتيجة نمرة واحد نسب الاملاح في الدم، لو الجسم عنده املاح عالية يعمل تحليل بول، لو لا نسب املاح عالية دي احد اسبابها الاساسية، امراض الكلى كلها بتبقى المشكلة مية زيادة في الدورة الدموية وبتترسب في الانسجة الرخوة في الجسم منها تحت العين. هل يفضل ان هو يشرب، بيحاول يشرب مية كتير بحيث ان هو يتخلص من الاملاح؟ الاملاح بتبقى مشكلة في تصفية الملح في الكلى، ما بتبقاش حتى لو شرب ميه كتير مش هيخفف الاملاح، الميه هتترشح عادي في الكلى والاملاح برضو مش هترشح في الكلى، دي بتبقى ليها علاجات او فورات او حاجات بتساعد على ترشيح الملح في الكلى، فده يبتدي ياخد الفوار ده او الحاجات دي يبتدي يتحسن امور، ما هياخد وقت، لازم يحلل نسب الاملاح ويعرفها، بعد كده يحلل بعد كده نسب ويشوفها قلت ولا لا. دي الانتفاخات المائية، الانتفاخات المائية الانتفاخات الدهنية، ومنها كمان الانتفاخات المائية امراض الكلى كلها وامراض كتيرة بتعمل انتفاخات مائية اللي بتظهر في منطقة العين، يعني لو حد فعلا عنده انتفاخات تحت العين لازم يروح يحلل بقى بالضبط كلى، خصوصا لو لقاها بتقل بعد الظهر مع الوقت، يعني يصحى الظهر موجودة بعد الظهر تقل، انما الانتفاخات الدهنية بتبقى نوعين، يا يعني اما زيادة دهون تحت العين او ترهل في العضلات اللي بتبقى شاده الدهون، في غشيه بتبقى شاده الدهون ماسكاها بتترهل تضعف فتبتدي تحصل انتفاخات تحت العين، ممكن تكون سنيه ممكن تكون وراثيه ممكن تكون اوكيبيشنال أو, او 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 وظيفيه، الناس اللي بيحزقوا كتير ودول بيبقى عندهم المناطق بتاعت حجاج العين، العصبي يا دكتور ممكن تؤدي العصبيين كتير برضو اكتر في غير العصبيين، دي بتبقى سهله جدا، لو انا عندي نسبه الدهون كبيره لازم تخفض نسبة الدهون، يبقى انا بشيل الفكرة العملية كلها ان انا اشيل جزء من الدهون اللي تحت العين. لو انا عندي نسبة الدهون سليمة بس الاوتار اللي شداها اللي هي المسكة بين العين والعظمية تحت هنا ضعيفة ففي ترهل فيها، دي سهلة ان انا بأثر الوتر اشده، بأثر حجم الوتر الموجود ابتدي اشده، في وتر هنا وتر مادة يعني زي الشغتة كده شايلة الدهون اللي تحت العين، لو دي حصل ضعف في الوتر ده يبتدي يحصل ترهل للدهون دي تبرز للامام شويه. شد الوتر بس يعالج المشكله لو كميه الدهون طبيعيه. دي بيتعمل لها اشعه بنشوف كميه الدهون في الاشعه كبيره ولا صغيره، لو كميه الدهون كتيره تتخفض كميه الدهون. دلوقتي شفط الدهون بعمليه جراحيه شفط دهون دي سهله جدا لانها كانت زمان بنفتح في الجلد ونشفط الدهون ونقفل، دلوقتي بنخش من تحت العين من جوه الجفن من داخل الجسم من تحت العين. ابتدي اوصل للمنطقه واعمل شفط للدهون وارجع تاني من غير ما افتح في الوش اذا انا ما غيرتش شكل الوش. بس ممكن ترجع مره تانية بعد العمليه نتيجه بقى لسلوكيات خاطئه مثلا ولا لا؟ قليل ليه؟ لان الدهون انا باجي بشيلها مثلا في سن، معظم السن اللي بيشيلها من 40 ل 55 ل 60 هي بتاخد سنين طويله قوي في التراكم، فصعب قوي تتراكم مع الدهون مع الوقت، ممكن تزيد تاني مع الوقت كتراكم دهنية لكن بعد فترة طويلة، انما بالظبط انما هي بتتربى في المناطق دي على سنين عشرات السنين عشان تبتدي تتكون دهون زيادة في المناطق دي، لان دي مش مناطق تربية دهون اساسية، يعني دي ملهاش دعوة بحجم الجسم تخن او رفع، يعني هي دي مش مناطق دهنية اساسية في الجسم اللي اسمه بيسحب منها وبيخزن فيها. بس ليه سبب تراكم الدهون في المنطقة دي؟ معظمها وراثي، معظمها وراثي عائلي، في عائلات كده تلاقي انتفاخات كده عائلية تحت تحت الجفون معظمها، يعني ظاهرة بطريقة واضحة جدا وبيبقى شكل العين يعني حاجة من مش ظريفة ان الواحد يبقى عنده الانتفاخات. ساعات بنحب بنضطر نقصر الجلد برضه، يعني انا لما اشفط الدهون الجلد نفسه يحصل فيه كرمشة جامدة لان كانت البروز كان كبير فكان طول الجلد اطول من اللازم، فانا لما اجي اشفط الدهون لازم اقصر كميه الجلد، ابتدي اعمل شد وش،
اللي هو تقصير مناطق الجلد اللي هي عمليات التجميل الثانية اللي بتتعمل حوالين العين اللي هي عن طريق انها شد التجاعيد. الجلد فيه مناطق زيادة فيها تجاعيد فتبتدي تتشد بعمليات. دكتور حازم عبد الحميد استشاري طب وجراحة العيون، بشكرك لوجودك معنا وشرفتنا. العفو، انا اللي اسعد بيك حضرتك، انا ربنا يخليك. مشاهدينا اتمنى تكون فقرة الحلقة وفقراتنا استفدتوا منها، استنونا كل يوم الساعة 2 ل 3 والاعادة تاني يوم الصبح الساعة 8، يوم جديد وحلقة جديدة.